أصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وعلى الذين اتبعوا طريق الموحد. اللهم يسر أمورنا، اشرح صدورنا، ونور قلوبنا، واختم الصالحات أمالنا. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اجعل أول شهرنا هذا فلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره عتقا من النار. آمين آمين يا رب العالمين. فعلا فأسئلة تطحت بزاف وتطل اللائحة والبوكس حتى كأنها بلا نهاية، شبكة ديال الأسئلة وراها غابات في المجانين. نغمضوا علينا ونقولوا انت غادي تجي حدايا وغادا غير نهزو يدينا نطلبوا الله عز وجل وغادا كل شيء يتقال. لا، الله عز وجل أمرنا باش ناخذوا الأسباب. وهذه مريم العذراء اللي هي من أفضل النساء في العالم، من بين النساء الفضليات اللي ذكرهم الله عز وجل في القرآن، ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيت هي محتاجة والله اللي ترزق. قال لها هزي إليك بجذع النخلة، أما هو يطيح لها الله عز وجل كما تعطيها ويرزقها ويعطيها الفواكه في غير وقتها، وتيجي سيدنا زكريا عليه السلام وتقول لها أنى لك هذا، وتقول لي هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال لها هزي، لابد من أخذ الأسباب. بناء على هذه الشبكة بالأسئلة اللي هي وراها غابات من المشاكل، واجب على جند الله باش يصحوا المفهوم ديالهم على الدعوة. الدعوة شنو هي؟ فلو كانت الدعوة مجرد معارضة أبدية، كانت باش نربيو خطباء يغوتوا بالكلمة ديال الحق في المعافي، وكنت تيعلقوا على الفشل ديال الآخرين في الجرائد، صافي يقولوا صافي عليا دينا الدور ديالنا. لا، ماشي هذه هي الدعوة. لو كان الإسلام قضية ضارعة يبرروا لها الضياع ديالهم ويرفضوا يسليوا على النفوس ديالهم بالعرض ديال المبادئ السامية، كافينا باش غادي يحسوا الأساليب ديال الخطاب باش يبكيو على داك الشيء اللي ضاع. لا، لو كان الإسلام واحد الماضي ما غاديش يرجع، كافينا باش غادي يختاروا بيننا اللي تيتقن الترجيع ديال الحنين والبكاء على داك الشيء اللي فات، ولكنها معارك. من هذه المعارك نوجدوا الشغل الباطل العظيم والخبز الجائع وتغيير اجتماعي وتوزيع عادي واداره فيها منفعه ما فيهاش الرشوه. وحنا سبق ليا عرفتكم كيفاش غادي يدير هذا المدر اللي تيشد دابا الرشوه وغادي يفطر ويهز ذلك داكشي اللي غادي يفطر عليه ويقول بسمك اللهم لك صمت على رزقك هذا افطرتو. اش من رزق فطرتي بحرام؟ كيفاش تخلطي دابا انت؟ شنو تدير دابا انت؟ شديتي الرشوة وشديتي الماكلة وجاني توكل ولادك وراسك وتقول اللهم لك صمت على رزقك افطرت، اللهم تقبل منا انك انت سميع الدعاء، ذهب الظما وابتلت العروق وذهبت الاجر ان شاء الله. شو هو الاجر؟ ورسول تقول لي ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبار يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرار ومشربه حرار وغذي بحرار فأدى يستجاب له. وباش عرف واحد التخطيط ديال ابليس على الله تيقول للجنود ديالو شوف ما تضيعوش الوقت، كل راجل ولا كل امراه ما تبقاوش تضيعوا في الوسواس العام، اول ما تشوفوا الفلوس ديالو الا كانت حلال هو تصوبي هو وعائلته باش غيخرجوا على الطريق المستقيم، الا كان حرام خليه بقى يمشي كل عام الحج وكل عام العمره ويبني الشوارع ويديروا الخير ما يخليوه. لا، داكشي كله تيلعب واحد البير ما عندوش العقاع ديالو. علاش؟ لانه مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي به حرام فلا يستجاب لذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اي جاء ايما جسدي نبت من سحتي فالنار اولادي. غاتقات عند راسك بحال شي واحد تيجمع حوايج وكل شيء ولكن الفيزا ما كايناش، شكون اللي غيدوزك من بعدها؟ ما كاينش الفيزا كاع عند راسك، فالفيزا هي خاصك تكون الحلال. لهذا النقطة الأساسية اللي تركز عليها الصحابة رضي الله عليهم، سيدنا أبو بكر الصديق دخل وصار واحد المرأة تقبض عليه ولده، وشكون هي هذيك المرأة؟ راه صالحة، وشد الوليد وطرو منها ودار صبعه في فم الوليد باش يتقي الدرية، قال لهم كدتم أن تقتلوا بني. شكون اللي غادي يقتل؟ واش تدير الصبع الصبع ديالك في فمه ولا؟ لأنه هذيك المرأة ما عرفتش شنو كانت، هو تيخصو يوكل الولد ديالو الحلال. وحيت تيكون الولد واكل الحلال والبنت واكل الحلال والراجل واكل الحلال والعائله واكل الحلال تسكن الطريق ديالهم غاديه مسرحه من طريق الله عز وجل، حيت يكون الحرام تبقاو يعبروا
ورسنا. لا بارك لا في العبور ولا في البال ولا في الجلية. وصلت عند الأمراض اللي مثلا عرفوني جدا والمصيب اللي ما عرفوني بإيجاد. نتيجة إيش؟ وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تخسر وجدوا إنتاج وتوزيع ومستوى المعيشة تدبير داك الشيء اللي كان غيرنا تدبروا من الكبيرة والصغيرة مع هذا الفارق الضخم أنه كانوا تيصوبوا ولكن نازلين لتحت ديال التقهقر وحنايا مطالبين باش نقتحموا العقبة صعودا لأنهم خلاو مخلفات وفساد على كل المستويات ما كاينش شي حاجة اللي تحط عليها يدك وصباغ قيرقية لابد باش نكونوا على عين بالكيفية ديال هاد الأمور هذه كيفاش تتشطب القادرات الوسخ ديال المجتمع اللي كاين كيفاش تنظف البيت اللي هو البيئه ديالنا والمجتمع ديالنا كيفاش تتعاود الترتيب ديال هذا البيت هذا كيفاش توزع الوظائف كيفاش تصلح العناصر البشريه مولات الغلاء والخبره في الخدمه ديال الفتح الاسلامي اموال ضاعت كيفاش غادي تعاود مشات اموال ضاعت كيفاش غادي تعاود منين غادي يقتصادوا؟ لأن عيد غادي يجي غالبا كل شيء غادي وتخف القضية وتفسد تسلم هادشي غادي يجيو لي عاود بالنسبة للاقتصاد الاقتصادي الاقتصاد نتكلموا فيه ونشوفوا الشفاعة ديالو تخسر تسلم الدولة لأن ما تهضروش على الصعيد ديال الفرد وغادي يجيبوا الفتوى في مسألة كيفاش غادي الدولة تسير في مسألة ديال وهي مسلمة ومطبقة حكم الناس الله غادي تسلم من غادي تسلم لا بد هذاك اللي غادي يسلفك غادي يستثمر الخيرات ديالنا لانه هو من غيرنا المهدى عاد نعطيو حنا داك الشيء اللي تيسالنا حنا نقدروا حنايا نشوفوا وكيفاش غادي يكون هذا الشيء هذا كيفاش غادي تكون العلاقه ديالنا بمن يستثمر هذه كلها اسئله تحصل بسهوله كل شيء شرائح واللي قد عنده خبره في شي حاجه يجلس شنو هي الحلول ويكون عندنا الارضيه داك الشيء علاش اللي تيتقال دابا مستحيل تقول لك شي جامعه هي اللي غادي تجيب السعاده للمجتمع شحال ما كانوا صديقين ولا شي حزب ولا شي جمعيه ابدا الا ما كانش المغرب كل المغاربه رايضين يتفيد علاش؟ لان تكون صادق انت وتنوض ولكن غادي يجيو يسقوا لك سؤال من تما يحيدوك ولكن حيتكون الشعب كله إذا كان الفشل تنسب للشعب كله وإذا كان النجاح تنسب للشعب كله لهذا اللي تتنادى به لا بد من ميثاق إسلامي يتجمع في جميع الأحزاب السياسية وجميع الجماعات الإسلامية وجميع الجمعيات على أرضية إسلامية ما يبقاش تخزن هذاك اليساري الملحد ويقول لك اسمي حنا بغينا نحققوا العدل في البلاد وهو ما تيأمن لا بالله لا بالرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة ما تيصليهاش والرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لنا إن أهم أمركم عندي سيدنا عمر بن الخطاب تيقول لها الولاة إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حافظها وحافظ عليها فهو لما سواها أحفظ ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع المختار الأولى اللي هاجي يا سيدي بغينا نصلي البلاد راه أنا تتعجب تستعملون الفرنسيس وباقي دابا الله يسلي صوبهما كان صغير تنعقل ولا تدوز على البوسطة القديمة حيت باغيين يهدموها من مصة وما بغاش تهدم اليوم وحنا دابا ما قايصيناهاش دابا إدارة تتصور مازال ما نقيوساش وتيبدا الشقاء تتصيب مازال ما قاصحتها هذه بالمصة وكفار وعارفين أن ماشي بلادهم وغادي يخرجوا من تمايا وتقليل العمل وحنايا بلادنا وتنغشوا حنايا بلادنا وغادي نخليو ولادي تمايا علاش التربيات ربيناها كيفاش خصنا نديرو هادشي باش نحيدو هادي كلها مشاكل تخصنا نغطوش عليها عيوننا نطلب الله سبحانه وتعالى يفقهنا في الخير وإلى النار ونشر السلامة في القول والعمل ويجعل الكلام ديالنا بلسما لما في صدورنا وشفاء لما في قلوبنا وجلاء همنا وأحزاننا اللهم يا رب اجعل هذه الساعة ساعة إجابة واجعلها ساعة إنابة اللهم رد بالأمم الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها ردا جميلا ووحد صفهم ووحد كلمتهم واجعلهم يدا واحدة على أعدائهم اللهم ارزقنا توبة يا رب في هذا الشهر المبارك اللهم اجعل أول هذا الشهر يمنا وبركة ووسطه عتقا من النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وآخره رضا من الله عز وجل للمؤمنين اللهم انصرنا على أنفسنا اللهم انصرنا على أنفسنا اللهم انصرنا على أنفسنا بما شئت وكيف شئت وأنا شئت فإنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.